قائمة متكاملة تتكون من 566 اسما لشباب تونسيين موجودين في سوريا إلى جانب جبهة النصرة، كشفتها مصادر في وزارة الداخلية التونسية. وكانت جهات وهيئات متعددة قد كشفت في وقت سابق معلومات عن وجود آلاف الشبان التونسيين في سوريا تحت ما يسمى الجهاد. عائلات هؤلاء الشبان اعتصمت ورفعت الصوت عاليا مطالبة بعودة أبنائها. هي صرخة أم فقدت ابنها الذي اختار السفر إلى سوريا بدعوى الجهاد ولا تتمنى سوى عودته إلى أرض البلاد. ولدي غروا بي، صدقيني ولادنا غروا بي، صدقيني والله غروا بهم، مغرورين بهم وغاصدين لهم مخاخهم، حسبي الله ونعم الوكيل اللي كان لهم واسطة وسبب. عائلات تونسية طالبت بوقف نزيف هجرة أبنائها إلى بلاد الشام تحت مسمى الجهاد ومحاسبة الجهات التي تقف وراءها. ثم حملة ممنهجة لاستنزاف الطاقات. شبابنا غرر بهم، راهم ما يعرفوش الجهاد وما ناش نتاع الجهاد. الغريب في الأمر أن السلطات في البلاد تعرف ذلك جيدا وتعي ذلك جيدا، وبحكم كأنها مورطة في العملية فإنها تغض الطرف. المجتمع المدني بدوره أكد مواصلته تسليط الضوء على هذه القضية متهما الحكومة بالتورط في استمرار ظاهرة هجرة الشباب التونسية للجهاد في سوريا. ونحن لن نتأخر عن التقدم من أجل فضح كل هذه الجرائم التي ترتكب في حق شبابنا وفي حق أمتنا وفي حق سوريا وفي حق المقاومة. الحكومة التونسية هي المورط الأول في التغرير بشبابنا عبر ضخ إعلامي رهيب جدا وعبر ضخ بين ظفرين ديني والإسلام منهم براء، أؤكد ذلك، في المساجد التي تحولت إلى منابر. شباب تونسي يقاتل في سوريا، يقول مراقبون إن العمل على عودتهم قد يكون صعبا خصوصا بعد انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين تونس ودمشق. يبدو أن تحول الشباب التونسي إلى سوريا لم يعد بالأمر العسير، فأعداد الشبان الذين يسافرون للقتال هناك يزداد يوما بعد يوم وسط صمت الحكومة التونسية التي رغم اعترافها بخطورة الظاهرة إلا أنها لم تحرك ساكنا بحسب مراقبين. سميح البغاني، تونس، الميادين.